فتحت مراكز الاقتراع أبوابها لتضع نهاية لجدل إجراء الاستفتاء على الاستقلال من عدمه في كردستان العراق. جدل آخر بدأ حول الطريقة التي ستتعامل بها الدول الرافضة لإجرائه من نتيجته. تركيا تتحدث عن تطورات أمنية دبلوماسية سياسية واقتصادية وتصف تبعات الاستفتاء بأنها قد تجلب حريقا على المنطقة. إيران تغلق مجالها الجوي، توقف رحلاتها من وإلى كردستان وتجري مناورات برية قرب الحدود. العراق، بغداد تتكرر منها عبارة أن الاستفتاء باطل دستوريا وقانونيا وأن كل البدائل على الطاولة مطروحة. الأكراد أنفسهم يتحدثون أن استفتاءهم هو ترجمة فعلية لحق تقرير المصير المعترف به، وأنه بداية لمسار تفاوضي يأتي ولكن بعد إعلان النتيجة. كيف ستتعامل الدول الرافضة لاستفتاء كردستان مع نتيجته؟ هذه نقطة حوار جديدة. أنا محمد عبد الحميد، وسائل الاتصال هي الوسائل المعتادة. على الهاتف 00442031620022، على bbcarabic.com، على صفحاتنا على تويتر وفيسبوك، أو صفحتي الشخصية على تويتر @mabdulhamidbbc. وسائلكم للتواصل مع نقطة حوار كثيرة ومتعددة، اختاروا الوسيلة التي تناسبكم، وسيلة أو أكثر حتى، وابعثوا بكل الآراء لزميلي محمود القصاص. محمود أهلا بك. أهلا محمد. محمد، يتوقع كثيرون قيام العراق وتركيا وإيران بفرض عقوبات مالية على كردستان العراق بسبب إجراء الاستفتاء، مثل وقف مرتبات الموظفين الأكراد، مثل وقف مرتبات قوات البشمرجة. لكن العمل العسكري كما تحدث البعض يستبعده آخرون، أنه كما قال أحد المشاركين يتطلب مشاركة أو طلب موافقة أمريكية. أحد المشاركات تقول لا يمكن لبغداد وطهران وأنقرة اللجوء إلى الحل العسكري لإيجاد الاستفتاء لأن الشرق الأوسط تحت الوصاية الأمريكية. هذا وما يراه البعض. لكن على الجانب الآخر هناك حماس كردي على موقع التواصل الاجتماعي للانفصال. هناك حديث عن ذكريات مريرة وقمع في العراق خاصة تحت حكم صدام حسين، وقذف كما حدث من قبل قصف منطقة حلبجة بسلاح الكيماوي، وكل هذا تردد الحديث عنه الآن أثناء الحوار حول الاستفتاء. ستعرف على مختلف الآراء حول هذا الموضوع لاحقا في البرنامج، فتابعون. سأعود إليك إذن يا محمود، شكرا جزيلا. ونحن كذلك نتابع مجموعة من الآراء على خطوط الهاتف. الحديث ليس عن الاستفتاء فقط، ولكن عن آراءكم فيما يتعلق بنتيجته وكيف ستتصرف أو ستتعامل الدول الرافضة لإجرائه، مع مجموعة من المتصلين كيلان، عدنان، أزاد ومحمد. أهلا بكم جميعا. وأبدأ مع كيلان، يتحدث من كردستان على وجه التحديد. كيلان أهلا بك. ردود الفعل بدأت بالفعل حتى منذ الإعلان عن احتمالية إجراء الاستفتاء ومنذ بداية فتح صناديق الاقتراع، لكن كيف تعتقد أن الدول الرافضة لإجراء هذا الاستفتاء يمكن أن تتصرف أو تتعامل مع كردستان؟ نعم، طبعا كان هذه الإجراءات التي اتخذتها الدول المعترضة على مشروع الاستفتاء في كردستان كانت متوقعة، يعني منذ إبداء القيادة الكردية، ومنذ يعني منذ أن بدأت القيادة الكردية وأعلنت بأنها بصدد إجراء استفتاء في إقليم كردستان. هذه الدول المتجاورة قد اعترضت وطالبت القيادة الكردية بالرجوع وبالتراجع عن هذه الخطوة، لأن حسب ما ترى هذه الدول بأن هذه الخطوات الرامية نحو فصل كردستان العراق عن الدولة العراقية نتائجها وخيمة وستحدث فوضى في المنطقة. بس هل يمكن أن نلوم هذه الدول على ذلك كيلان؟ يعني التصرف أو التوقع الأبسط هو ما تقوله، أن على الأقل بقية الأجزاء التي يوجد بها أكراد أيضا في بقية الدول التي أشرت إليها ستسعى لخطوات مشابهة. طبعا يعني هذا هو مكمن يعني مخاوف الدول المجاورة للعراق. تبدأ من أين؟ تبدأ من وجود الأقليات الكردية في تلك الدول، وهذه الدول عندها الخشية والمخاوف من أن تسلك الأقلية الكردية في تركيا أو في إيران نفس المسلك وتطالب بالحقوق وتطالب بإعلان كيان سياسي منفصل عن تركيا وعن إيران. ولكن من المستبعد، أنا أرى بأنه من المستبعد أن تلجأ هذه الدول إلى خطوات عسكرية أو تلجأ إلى خيار العسكري ضد
خطوة الإقليم الرانية نحو فصل كردستان عن العراق، إضافة إلى ذلك هناك هنا يفرض السؤال نفسه، كيف تتصرف القيادة الكردية إزاء هذه التهديدات؟ الآن هذه نقطة مهمة سنبحث فيها يا كيلان خلال البرنامج. جزيل الشكر على مشاركتك، لكن النقطة الأساسية التي أنت تفضلت برأيك وكذلك نسأل نحن عنها عن ردة فعل بعض الدول أو دول الجوار على وجه التحديد على الاستفتاء، يحدثني فيها ضيفي عبر الأقمار الصناعية من اسطنبول السيد يوسف كاتب أوغلو الكاتب والمحلل السياسي التركي. سيد يوسف أهلا بك. منذ بداية فتح صناديق الاقتراع ومنذ بداية حتى الإعلان عن فكرة الاستفتاء من عدمه توالت علينا الكثير من ردود الفعل التركية، آخرها الحديث عن احتمالية القيام بعمل عسكري قالها أوغلو، وأيضا الرئيس نفسه يتحدث أن سلاح الجو على أهبة الاستعداد وخطوات أمنية ودبلوماسية وسياسية واقتصادية يتحدث عنها مسؤولون أتراك. هل تسرعت تركيا تعتقد أو بالغت بشدة في رد الفعل فيما يتعلق بهذا الاستفتاء؟ مساء الخير، تحياتي لك وللسادة المشاهدين. أهلا وسهلا. يجب أن نقرأ الأحداث بشكل جيد، يعني انفصال إقليم كردستان عن العراق وتجزأ لوحدة العراق، وهنالك اتفاقيات دولية وإقليمية موقعة بين تركيا كونها دولة مجاورة للعراق وبين العراق وبين أيضا المجتمع الدولي. هذه الاتفاقيات تحدد بأن تركيا هي دولة ضامنة لوحدة الأراضي العراقية، يعني إذا حصل أي تهديد لانفصال في العراق وتركيا ستتأثر بشكل مباشر، فتركيا يحق لها أن تتدخل في هذا الموضوع، وهذا ما يحدث الآن. لا يمكن السماح لأن يكون هنالك انفصال على أساس عرقي، لأن هذا سيشرعن أيضا انفصال أقاليم من تركيا وأيضا من دول أخرى على أساس عرق أيضا. يعني كيف يتم السكوت عن ذلك؟ وهذا لن يكون لمصلحة الشعوب، لا أمن ولا استقرار، سيكون هنالك الكثير من المناوشات ولا استقرار وحتى حرب أهلية بين المختلف الأعراق والأطياف. هل معنى ذلك أن اعتراض تركيا يأتي بناء على اعتراض بغداد؟ يعني لو كانت بغداد توافق بهذه الخطوة كانت تركيا سترضى بها، ولا كان يمكن أن تقوم بإطلاق نفس التهديدات أو نفس التحذيرات؟ لا يمكن أن توافق الحكومة المركزية إلا بالتوافق مع حكومة أنقرة، يعني هنالك اتفاقيات عام 1926 معروفة دوليا أنها اتفاقية أنقرة، واتفاقية 1946 بين تركيا والعراق، واتفاقية 1983. هذه اتفاقيات لماذا وقعت إذن؟ يعني الدول عندما توقع اتفاقيات ما فائدتها؟ لكن يعني يجب الأكراد أنفسهم يا سيد يوسف يتحدثوا عن فكرة حق تقرير المصير، وهو حق معترف به من الأمم المتحدة، يعني ليس من اختراعهم. فأين يأتي تنفيذ هذا الحق إن لم ينفذ في حالة التي نتحدث عنها؟ من خلال هذا يأتي من خلال الحكومة الفيدرالية، هذا يأتي من خلال الدستور، هذا يأتي من خلال المحكمة الدستورية، هذا يأتي بالتوافق مع المعطيات الدولية. هذه الدولة أو الدويلة عندما تولد كل دول الجوار تقاطعها، المجلس الأمن الدولي يقاطع، الأمم المتحدة، أوروبا، أمريكا، فقط إسرائيل هي التي تدعم هذا التوجه. فكيف ستولد هذه الدولة؟ يعني تركيا الآن ستغلق حدودها، إيران أغلقت حدودها، الحكومة المركزية تغلق حدودها، هذه مغامرة سياسية يا سيدي، هذا عبارة عن انتحار سياسي. سنبحث في تبعاتها يا سيد يوسف. تركيا علاقات ممتازة مع الإقليم. سنبحث في النقطتين تحديدا، في مستقبل ولادة هذه الدولة وفي فكرة العلاقات السياسية التي كانت جيدة إلى ما قبل إجراء الاستفتاء. لكن خليني أخذ اتصال أرجوك من عدنان. عدنان هو كردي لكن متواجد في لندن. عدنان أهلا بك، استمعت لما قاله السيد يوسف من تركيا، واضح أن حتى إذا ولدت هذه الدولة ستولد عليها الكثير من الضغوط، دول الجوار على الأقل لا تنوي على الإطلاق أن تمرر نتيجة الاستفتاء كما قد يهوى الأكراد. نعم، السلام عليكم. بس عليكم السلام. عندي سؤال الأخ يوسف من أنقرة ومن اسطنبول وانقره، ما اعرف، بس السؤال 100 سنه يمر على اتفاقيه سايكس بيكو واللي القسم الاكراد اربع اقسام، ماذا استفاد الشعب التركي من هاي الحرب مده 100 عام؟ صرف
أموال كثيرة وقتل الأطفال الأكراد وهجروا الأكراد من تركيا ومنعوهم من اللغة الكردية إلى متى يعني يصاح الأستاذ يوسف ضميره شعب 22 مليون بالتركيا ما عنده اللغة ما يقدر يحكي بالكردي وما عنده كيان كردي حتى يدرس بالكردية يعني شنو يستفاد 100 سنة أخرى راح يحارب وإحنا هم نطالب بحقنا وناخذها. بس سؤالك يا عدنان في حد ذاته يعكس المخاوف التي تتحدث عنها أنقرة، يعني في السؤال ضمنا هو يوحي بأن حتى إذا كتب الاستقلال لكردستان العراق هذا سيكون بداية لاقتسام أو استقطاع لدول أخرى من ضمنها أكراد تركيا كذلك. هو ليس استقطاع، هو إرجاع الحقوق المشروعة كما تم بالاتفاقية لوزان والسيفر واللي تغير بالأخير الجانب التركي حاول بها وقسم وطلع منها الحقوق الأكراد من جمعية عصبة الأمم عصبة الأمم. طيب نعم. خليني أسمع الرد من السيد يوسف إذا كنت أنت سألت سؤال وتريد إجابة، تفضل يا سيد يوسف. يعني بداية سؤال السيد عدنان من لندن يعني يدل على أنه غير مطلع على ما يجري في تركيا، هذا واضح. يعني بداية عندما يقول بأن الأكراد في تركيا ليس لهم أي حقوق وأي كيان كردي ولا يستطيعوا أن يمارسوا اللغة الكردية، أنا أنصحه بأن يشتري ساتلايت ويفتح على القناة اسمها TRT الحكومية كردي، اسمها TRT كردي، وهنالك هذه قناة حكومية، هذه القناة هي للأكراد، لديهم الحرية الكاملة، تركيا تدعم اللغة الكردية، تدرس بالمدارس كدرس اختياري، الأسماء باللغة الكردية والكثير من الحقوق للأكراد أعطيت بعد مجيء حزب العدالة والتنمية. أما إذا كان يقصد قبل العدالة والتنمية فكلامه صحيح، كان هنالك تهميش للأكراد في تركيا، كان هنالك عدم إعطاء حقوق، ولكن منذ 15 عاما عندما جاء الحزب العدالة والتنمية كان هنالك تماما معاملتهم كالأتراك وكأي قومية أخرى، ولدينا الآن 7 وزراء في الحكومة التركية ولدينا 63 واحد في البرلمان في العدالة والتنمية. إذا كانت الصورة كذلك يا سيد يوسف خلينا نسأل موجود. السؤال بشكل معكوس، لماذا التخوف إذن؟ والسيد برزاني نفسه يؤكد أن الإجراء الذي يحدث في كردستان العراق لن يمتد على الإطلاق إلى دول الجوار وحاول تطمينكم كثيرا، لماذا تخشى إذن تركيا من هذه الخطوة إذا كانت الصورة بالجودة التي تفضلت وأشرت إليها؟ يا سيدي مع الأسف المخطط هو تأسيس دولة على أساس عرقي، الآن كردستان الآن تنفصل لأنها هنالك ما يسمى حقوق للشعب الكردي، الآن هنالك خطط لأن يكون هنالك أيضا في سوريا انفصال لإقليم كردي عن سوريا، وهنالك أيضا مخططات ل تدعيم هذه الفكر لانفصال جنوب شرق تركيا ليكون هنالك دولة كردستان الكبرى، هذا مخطط إقليمي ودولي، هذا واضح الآن. لذلك تركيا لن تسمح، يجب أن يكون هنالك وحدة للأراضي، يجب أن يكون سيادة، يجب أن يكون هنالك محافظة على هذه الوحدة. الدول الأوروبية والدول الغربية تتحد فيما بينها، ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية اتحدت، المملكة المتحدة اسمها مملكة متحدة، الاتحاد يتم في الدول الغربية وهم نفسهم يقومون بتسويق فكرة تقسيم المنطقة إلى أقاليم. طيب. وتجزئتها هنا المشكلة وهذا لما تريدها أن تقول تركيا. نستمع إلى إزاد، هو كردي لكن يتحدث من ألمانيا. إزاد تفضل. نعم مساء الخير أستاذ محمد. أهلا وسهلا مساء الخير تفضل يا عزيز. بالأول دايس ممكن يقول بأن هناك حقوق للأكراد في تركيا، أريد أن أقول على هذا النقطة أنه عندما أي حاكم أي دولة ديكتاتورية تحاول أن تغطي على جرائمها يستأجر هناك يستأجر عدة مرتزقة وما إلى ذلك لكي يكونوا ضد قومهم. هناك للأسف أقولها وهذه هي الحقيقة، هناك أكراد خونة مرتزقة. طيب يعني إزاد دون الحديث عن التخوين بس أرجوك لأننا لن نتحدث الآن عن أكراد تركيا على وجه التحديد، خليني أردك للموضوع الرئيسي وموضوع استفتاء كردستان العراق اليوم وردة فعل هذه الدول على النتيجة المنتظرة إذا كانت هي تعارض بهذا الشكل، وكما يتضح وسمعنا من مسؤولين كثر ليس في تركيا فقط، في تركيا وإيران وفي بغداد طبعا قبل الاثنين. يعني
طبعا ايران، تركيا وايران وغيرها منذ قديم ومنذ سنوات، حتى تركيا قالت اكثر من مره اذا كانت هناك دوله كرديه في المريخ سنحاربها. لكن اؤكد لك استاذ محمد، الدوله الكرديه، وابارك للشعب الكردي جميعا انشاء الدوله الكرديه اليوم. لكن الدوله الكرديه ايضا ستكون فيما يسمى بكردستان تركيا، ليس هناك كردستان تركيا، هناك مناطق كردية محتلة من قبل الحاشية التركية. طيب إزاد شكرا جزيلا عزيزي، شكرا جزيلا، الفكرة واضحة. سيد يوسف، هل يمكن أن يرتد الأمر أو يرتد الرفض الشديد لتركيا على الخطوة التي نتابعها اليوم بنتيجة عكسية كما يطرح البعض؟ يعني المعارضة الشديدة حتى لولادة دولة مستقلة للأكراد في شمال العراق قد يأتي بإضعاف حكومة أربيل حتى إذا أنشئت أو لا، وبالتبعية العدو الأكبر بالنسبة لكم حزب العمال الكردستاني الناشط في شمال العراق يمكن أن يهجم أكثر على تركيا، وبالتالي محاولات الضغوط التي قد تمارسها أنقرة على الدولة التي قد تولد ربما يأتي بنتيجة عكسية، من الأولى أن توافق أنقرة على ولادتها. يعني ما تفضلت به ينقسم إلى شقين، الشق الأول ولادة هكذا دولة هو لن يصب في صالح الشعب الكردي، هذا بداية، لأنها هي تفتقر إلى مقاومة الدولة، والأهم من هذا كله أنها تفتقر أو ستفتقر المنطقة إلى الأمن والاستقرار، لأن التقسيم على أساس عرقي سيؤدي إلى مشاكل وحروب داخلية، وهذا من لن يخدم هذه الدول. يعني سيكون هنالك تبعات، الآن هنالك ارتدادات، إيران أغلقت مجالها الجوي، أغلقت حدودها البرية، تركيا لن تسكت، تركيا ستغلق أنبوب النفط وتصدير النفط عبر أراضيها، سيكون هنالك ربما تدخل عسكري ليكون هنالك منطقة عازلة، هنالك مجموعات مثل حزب العمال الكردستاني تعتبر من قبل تركيا والعالم أجمع وأوروبا بأنها مجموعات إرهابية، إذن المنطقة ستزيد فيها نسبة التوتر، هذا الانفصال لن يصب في صالح أحد، هو سيزيد المشكلة، بينما كنا نتكلم عن شعب اسمه الشعب العراقي، أصبحنا الآن نجزئ هذا الشعب، سنتكلم عن شعب كردي، ونتكلم عن شعب تركماني، ونتكلم عن شعب عربي، تجزئة هذه الشعوب ستؤدي إلى مشاكل كبيرة ولا استقرار، وهذا لن يخدم أحد إلا أعداء هذه المنطقة. وبالتالي أنا أتوقع بأن أنقرة هي لديها الحساسية المطلقة، والحكومة التركية تريد أن تحافظ على وحدة أراضيها وأمنها القومي، وهذا هو مطلب أساسي وقمة الأولويات، وهي ماضية في هذا السياق. شكرا جزيلا يا سيد يوسف على التواجد معنا في نقطة حوار اليوم. سيد يوسف كاتب أوغلو، الكاتب والمحلل السياسي من إسطنبول، جزيل الشكر. لاحقا سنعرض وجهات نظر عدة، لكن كما ذكرت في البداية زميلي محمود القصاصي يتابع كل الآراء التي ترد إلكترونيا. محمود أهلا بك مرة أخرى، كيف تتعامل الدول الرافضة، واستمعنا لبعض الآراء رأي التركي، مع فكرة استفتاء كردستان على وجه التحديد؟ يعني الكل يتوقع عقوبات اقتصادية من قبل الحكومة العراقية ومن جانب تركيا ومن جانب إيران. بداية يتوقع كثيرون قطع ميزانية كردستان العراق من الميزانية الاتحادية للعراق، ويتوقعون أيضا وقف رواتب الموظفين الأكراد سواء في بغداد أو في أربيل والسليمانية، يتوقعون أيضا وقف رواتب البشمرجة، قوات البشمرجة الكردية هي أيضا تتلقى رواتب من الحكومة المركزية أو من الميزانية المخصصة لإقليم كردستان في الميزانية الاتحادية للعراق، كل هذا من جانب بغداد. من جانب تركيا يتوقع كثيرون عقوبات خاصة، وقف تصدير النفط وعقوبات تجارية أخرى. من جانب إيران يتوقعون أيضا دعما لجهود الحكومة العراقية في إجهاض نتائج الاستفتاء، لكن كل هذا على الجانب المالي والتجاري والاقتصادي. على الجانب العسكري هناك تعقيدات كثيرة على الأرض بسبب الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية أو داعش من جهة، وبسبب ما يراه البعض دعم خارجي لمسعود برزاني شجعه على المضي قدما في الاستفتاء كما يرى بعض المشاركين. مثلا عبد الباقي زايد درهام كتب يقول: بالنسبة لحكومة حيدر العبادي ستكون الإجراءات الرادعة ضعيفة ولن ترقى إلى حد العمل العسكري لضم كركوك وستكتفي بالمقاطعة الاقتصادية، أما بالنسبة للأتراك فسوف تكون الإجراءات قوية وانتقامية. هذا ما يقوله عبد الباقي. محمد العماري يقول: طموح الأكراد كبير، والدولة الكردية التي يحلمون بها لا تقتصر على كردستان العراق، بل سوف تستقطع أجزاء أخرى من سوريا وتركيا وإيران، يشير إلى طموح البعض فأن تكون دولة كردستان شاملة ليس فقط كردستان العراق، ولكن تشمل أيضا المناطق ذات الأغلبية الكردية في إيران وتركيا
وسوريا. مشاركة من طلال البر يقول فيها: ما نسمعه من أصوات داعية لعدم الاعتراف بإقامة دولة كردية في شمال العراق إنما هي زوبعة وسوف تمر على ما يرام وسوف تنتهي لصالح الأكراد. صادق عامر يقول: من حق الأكراد الاستفتاء على الاستقلال وتكوين دولة كردية مستقلة ذات سيادة، والدول الرافضة تشرب من ماء البحر. زهير حسني يقول: أعتقد أن هناك موافقة تحت الطاولة من أمريكا علاوة على دعم إسرائيل لإجراء الاستفتاء على انفصال العراق، وإلا لما أصروا على إجرائه. هذا ما تكرر كثيرا، إشارة إلى دعم أمريكي خفي ودعم إسرائيلي معلن. شجع مسعود البرزاني رئيس إقليم كردستان العراق على المضي قدما في هذا الاستفتاء. وهذه نقطة مهمة، فكرة الموقف الإسرائيلي والتأييد المعلن، وهي من أكثر النقاط الجدلية ربما. هل توقف القراء عندها؟ كثيرا. يعني هذه النقطة بالتحديد من أكثر النقاط إثارة للجدل على صفحاتنا. كثيرون رأوا أن تأييد إسرائيل المعلن وتأييد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المعلن لإجراء الاستفتاء على انفصال كردستان العراق هو تأييد لفكرة تقسيم وتجزئة الدول العربية أو دول منطقة ما فيها تركيا وإيران، وسعي أكثر إلى إضعاف هذه الدول وتقسيم المقسم وتجزئة المجزأ، وبالتالي إقامة الدول على أساس عرقي أو ديني وطائفي وليس على أساس الدولة الوطنية مثل العراق أو سوريا أو مصر. الدولة الوطنية تجمع بين مواطنيها مختلف الأعراق ومختلف الأديان. مثلا سلام كفتان كتب يقول: إسرائيل تدعم استقلال كردستان العراق وتدعم الشعب الكردي، وفي نفس الوقت تضيق الخناق على شعب فلسطين، لماذا لا ينظر العالم الحر إلى ازدواجية إسرائيل؟ حسني رجب يقول: تأييد إسرائيل لإقامة الوطن القومي الكردي هو تأييد لانقسام العراق، والترحيب بهذا الكيان يرجع لأنه يشارك إسرائيل في الأساس الشرعي لإنشائها، وهو كونه وطن مبني على أساس الانتماء لقومية بعينها، يقارن بين كردستان وبين إسرائيل. عباس كناوي في ذات السياق يقول: إسرائيل ترى أن وجود دولة قومية أخرى قد يعطيها نوعا من الشرعية، أضف إلى ذلك أن سياستها القديمة فرق تسد تطبق في كل المنطقة في الوقت الحالي. عباس الصيت يقول: إسرائيل تريد تقسيم الدول العربية كلها لكي تكون دويلات، وهذا في صالحها، ولكن من حق تركيا وإيران والعرب رفض التقسيم، وسبق أن دعمت إسرائيل جنوب السودان في الانفصال. هذا كله في إطار الحديث عن الدعم الإسرائيلي الواضح والمعلن لانفصال كردستان. ماذا عن الأكراد أنفسهم، أو حتى من يؤيد فكرة أن من حقهم أن يستفتوا؟ بالطبع هناك حماس واضح على مواقع التواصل الاجتماعي لفكرة استقلال كردستان. ظهرت هاشتاجات مثل كردستان، استقلال كردستان، كردستان الكبرى، هاشتاجات كثيرة من خلالها تحدث المغردون وغرد الكثيرون حماسا وتأييدا وتشجيعا وفرحا بما اعتبروه مولد دولة كردية مستقلة بعد 100 عام من الظلم. هناك أيضا كثيرون تحدثوا عن تاريخ القمع، خصوصا القمع في فترة صدام حسين وما تم من قصف حلبجة، هي مدينة كردية، بالسلاح الكيماوي، وكل هذه الأثار من قمع وتنكيل لفترة طويلة خلفت في أثار في نفوس الأكراد شعورا مريرا بالظلم والحاجة إلى أن يكون لهم دولة مستقلة وممارسة حق تقرير المصير. هذا ما تكرر كثيرا. مثلا مينو نوشيا غرد وقال: الأسلحة الكيميائية لم تستطع إيقاف الحركة التحريرية الكردية في وقت لم يكن لدينا أصدقاء دوليون، فكيف الآن ولدينا قوة عسكرية ومصالح دول عظمى؟ فارس في تغريدة له يقول: التوفيق لأحفاد صلاح الدين، بداية النهاية لمعاناة 100 عام من التقسيم للكرد بين عدة دول. عدنان برواري يغرد ويقول: أنا كردي، كنت أحمل سابقا بيتي على ظهري طوال حياتي، وجاء الوقت المناسب كي أثبت أنني في وطني. خالد قاسمي من الإمارات غرد أصلا وقال غرد في ذات السياق وقال: من الآن أبارك للشعب الكردي استقلال دولته، أشرقت شمس دولة كردستان سندا لأشقائهم العرب بإذن الله. تغريدة من كردستانيما، تغريدة تقول: عيد مبارك لجميع الكرد في كردستان، ونتمنى السلام لأهل العراق، ونتمنى أن يعلموا أنه لولا إيران ولولا سياسة العراق لما وصل الحال إلى الاستفتاء. يعني هذه التغريدة تشير إلى مسؤولية الوضع الحالي في العراق كما قال كثير من الأكراد على تفضيل قطاع واسع من الأكراد لخيار الانفصال. أخيرا تغريدة من نورة تقول فيها: إكراما ل5000 شهيد بأنفال حلبجة، إكراما ل1000 شهيد بأنفال البرزاني، إكراما ل1500 شهيد ضحوا بأرواحهم
في مواجهة داعش، نعم لاستفتاء كردستان. شكرا جزيلا محمود، سأعود إليك لاحقا للحديث عن بقية الأراء، وسنحاول نحن خلال الحلقة أن نرصد أغلب الأراء لهذا الاستفتاء أو تبعات طريقة تعامل الدول التي قد لا يعجبها كثيرا فكرة الاستفتاء ومن بعده الاستقلال. على رأسها بالتأكيد نحن نتحدث عن حكومة بغداد المركزية، لأن هناك الكثير من النقاط تثار عن هذه النقطة، لكن في المقابل الأكراد يتحدثوا عن الكثير من النقاط قادت بنا إلى فكرة الاستفتاء كما تحدث زميلي محمود منذ قليل. أتحول إلى ضيفي على الهاتف السيد سعد الحديثي المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي. سيد سعد أهلا بك. السيد مسعود برزان يتحدث أن الشراكة مع بغداد فشلت تماما بالصورة التي تمت بها، ومن الأولى أن يتجه الجميع لاختبار حق تقرير المصير ومن بعده إلى شراكة يمكن أن تكون أكثر إيجابية ما بين الجانبين. لماذا ترفض بغداد هذه الفكرة؟ ببساطة لأنها متعارضة مع الدستور العراقي، ولأنه لا يوجد لها أي سند في القانون الدولي. حق تقرير المصير للشعوب الخاضعة للاحتلال والاستعمار والوصاية والانتداب، وليس لمكونات إثنية موجودة في دول قائمة ومقررة ومعترف بها في القانون الدولي ولها سيادتها وداخلة في مواثيق دولية. وبالتالي يعني لو كان هذا الحق يطبق بصورة اختيارية وعشوائية بهذه الصورة الفوضوية لكل إثنية تريد أن تستقل أو تنفصل عن الدولة الأم، لما وجدت دولة على وجه الأرض قائمة على وضعها الحالي. هذا ليس منطق وليس مقبول. الأخوة الأكراد ومواطنين الأكراد في لطيف شركاء أعزاء لنا في الوطن، ساهموا في كتابة الدستور ومارسوا قبل ذلك حق تقرير المصير، عندما مارس جميع العراقيين هذا الحق عندما صوتوا على الدستور الذي حدد العلاقة الاتحادية الفدرالية باعتبارها شكلا لنظام الحكم والنظام السياسي في البلاد، وتم التصويت عليهم قبل الشعب واستفتي عليه وأخذ شكله القانوني. هذا هو حق تقرير المصير الذي مارسه العراقيين عندما استفتوا على الدستور وأقروه. وبالتالي لا يمكن بعد 10 أعوام أو أكثر أو أقل أن يأتي هذا أو ذاك ليقول أنا أريد أن أمارس حق تقرير المصير بصورة انفرادية وخلافا للدستور الذي سبق أن كتبته ووافقت عليه، وخلافا لعرف القوانين الدولية التي تجسدت من خلال المواقف الدولية والإقليمية التي رفضت بشكل قاطع على كل المستويات هذه الخطوة وعدتها منافية للدستور ومتنافية مع القانون الدولي. طيب بس الاستناد بالنسبة للأكراد هو أن هو تاريخ من الممارسات كما يقولون بحقهم، تعرضوا فيه للكثير من الظلم والتهميش، وبالتالي مرة أخرى سيد برزان يقول إن فكرة الارتباط الذي فرض عليهم بين قوسين مع حكومة بغداد المركزية هم لا يريدونها، هناك قطاع كبير منهم لا يريد هذه الفكرة. بالرغم من ذلك هو يتحدث أن نتيجة الاستفتاء لا تعني انفصال، لكن ستبدأ بعده مرحلة تفاوضية مع الحكومة المركزية هو لا يريدها بكل المقاييس أن تكون دموية مثلا، بالعكس ستبدأ مفاوضات رسمية. مرة أخرى ما البديل الذي يمكن أن تقدمه بغداد وسط الحديث عن الكثير من التهديدات وحتى عمل عسكري يبقى مطروح على الطاولة ربما سيخسر منه الجميع؟ أولا هذا الارتباط الذي تحدث عنه رئيس الإقليم هو ارتباط جاء بملء إرادة واختيار الأخوة في الإقليم ومواطنين الإقليم كما قلت، والأكراد هم من كتبوا الدستور مع القوى السياسية الأخرى وكان لهم دور فاعل في كتابة الدستور. وما تحقق للأكراد في العراق من حقوق وامتيازات لم يحصلوا عليه في أي بلد أو في مكان آخر على مر الأزمنة. لو قارنا وضع الأكراد في العراق مقارنة بالوضع الأكراد في الدول الأخرى لوجدنا بونا شاسعا بين ما تحقق لهم وما يطالب به الآخرون في تلك الدول. الإقليم حصل على كثير من الحقوق والامتيازات ولم يكن هنالك أي قمع أو اضطهاد للإخوة الأكراد، بس كانوا شركاء فاعلين في الوطن وكان لهم دور في المؤسسات والمناصب السيادية العليا في البلد، بالإضافة إلى وجودهم في حكومة الإقليم وكانوا يحصلون على ما يحصل عليه بقية العراقيين من حقوق، وهذا هذا مبدأ المساواة الذي ينص عليه الدستور العراقي. لكن فيما يخص خياراتنا المستقبلية نحن ننظر إلى الاستفتاء على أنه من الناحية القانونية لا قيمة له، لا قيمة له، لا يرتب أثرا قانونيا ملزما،
لا يرتب أي إلزام مستقبلي بالنسبة للحكومة العراقية، لن نقر بنتائجه ولن نتعامل معه، وخياراتنا هي الحفاظ على وحدة البلاد والتصدي لأي محاولة تقسيم. بس كيف يا سيد سعد، بعيدا الحديث يبدو جيد جدا لكنه واسع وفضفاض، يعني كيف سندافع عن وحدة البلاد؟ هل ستلجؤون إلى عمل عسكري؟ يعني إذا أصر الأكراد على المضي قدما بنتيجة استثنائهم اليوم، ماذا ستفعل بغداد؟ اولا الحكومه الاتحاديه في بغداد لديها تخويل وتفويض من مجلس النواب الاتحادي باستخدام الوسائل الكفيله بالحفاظ على وحده البلاد وحمايه سيادتها الوطنيه على كامل اراضيها، ولدينا قرار صادر من المحكمه الاتحاديه العليا وقرارها باتة وملزمه لكل الجهات والاطراف فيما يتعلق برفض الاستفتاء ورفض نتائجه، ولدينا موقف دولي واقليمي تجلى في عناوين اقليميه ودوليه عديده لا اريد ان اعدها فهي طويله، كلها داعمه لموقف العراق ومتوافقه مع رؤيه الحكومه العراقيه، وبيان صادر من مجلس الامن الدولي بالاجماع بهذا الصدد، ولولا ان موقف العراق سليم تماما من الناحيه القانونيه لما شهدنا هذا الاجماع الدولي المنقطع النظير الذي يحدث ربما لاول مره في دعم موقف الحكومه الاتحاديه في ازاء خلاف مع طيب العراق. لكن سيد سعد هذه ليست اجابه على سؤالي، ما الذي ستفعله حكومه بغداد؟ نعم. اصر كردستان لدينا من الوسائل الدستورية والقانونية والسياسية والاقتصادية والتجارية وغيرها الكثير، نحن بالنتيجة لا يمكن أن نفرط بوحدة العراق، سوف نلجأ لكل الخيارات للحفاظ على هذه الوحدة وللحفاظ على السلم والتآخي والعيش المشترك بين كل العراقيين ومنهم المواطنين الأكراد في الإقليم. حتى الخيار العسكري وارد. نحن لم نصل إلى هذا الأمر، لدينا خيارات أخرى بدأنا بالفعل بتطبيقها، هناك قرارات صدرت يوم أمس من قبل مجلس الأمن الوطني بهذا الصدد فيما يتعلق بمطالبة الدول بوقف التعامل مع حكومة الإقليم فيما يتعلق بالمنافذ الحدودية وفيما يتعلق بتصدير نفط من الإقليم، ولدينا تأكيدات والتزامات من دول معنية بهذا الملف بأنها سوف تدعم إجراءات وقرارات الحكومة الاتحادية وسوف تساند الخطوات التي سوف تتخذها الصدد، وقمنا بالتنسيق وبالفعل بدأت هذه الإجراءات تأتي كلها، ولدينا قرارات وخطوات أخرى بهذا الاتجاه نأتي إليها ونتواصل من خلال هذا المنهج بصورة متتابعة، حريصون على وحدة العراق، حريصون على سلامة وأمن ومصالح كل العراقيين ومنهم المواطنين الأكراد في الإقليم وخارج الإقليم حتى. شكرا جزيلا الدكتور سعد الحديثي المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، كان معي على الهاتف. ما زال معي مجموعة كبيرة من المتصلين، لكن سريعا أصحابكم لهذه المشاركة المصورة أرسلت إلينا من محمد من بغداد، لديه وجهة نظر في حديث اليوم. مساحة الرفض الدولية والإقليمية لما حصل من استفتاء في إقليم كردستان هي مساحة كبيرة، فتركيا وإيران وحكومة بغداد فضلا عن سوريا سيضيقن الخناق على كردستان، وكردستان بدورها ستواجه وعكة اقتصادية خاصة وأنها لا تمتلك منفذ بحري ومنافذها الجوية والبرية أغلقت بينها وبين كل من تركيا وإيران باستثناء بغداد التي لا زالت تعيش حالة من الصدمة. هذا الرأي جاء من محمد من بغداد، ما زلت أستقبل اتصالات هاتفية عن ردة الفعل لدول الجوار المعترضة على استفتاء كردستان، ما الذي يمكن أن تفعله، ما هي الخطوات المستقبلية المنتظرة، مع مجموعة من المتصلين بالفعل محمد وحسن إلى الآن على الأقل على خطوط الهاتف. محمد وحسن، أبدأ مع محمد يتحدث من كردستان. محمد أهلا بك، ما المنتظر تعتقد من دول الجوار، وهل يمكن أن يتطور الأمر أو يتطور حجم الرفض إلى عمل عسكري؟ السلام عليكم أخي. عليكم السلام يا عزيزي، أهلا وسهلا. عن طريق قناتكم المبكرة نهني الرئيس مسعود البرزاني وبيشمارك الأبطال وشعبنا في كردستان الذين صوتوا ببلي أي نعم لتحقق تقرير المصير. هي النتيجة ظهرت ولا بعد لسه؟ يعني أنا متفائل جدا بنسبة أكثر من 95% ستظهر النتيجة وستفرحون بها جميعا. فقط عندي مداخلة لكلام الأخ سعد الحديثي الذي يتكلم، وأيضا المحلل في تركيا يتكلم عن وحدة تجد وحدة العراق، أي عن أي وحدة العراق يتكلم؟ هل المحلل التركي يوسف نسب بأن العراق هو جزء من إيران ويتكلم عن الدستور، عن أي دستور يتكلم؟ كذلك الشيء سعد الحديثي، لماذا لم نطالب الانفصال قبل 5 سنوات أو 7 سنوات أو 8 سنوات؟ لماذا نطالب الانفصال الآن؟ السبب هو حكومة بغداد لم تفي بوعودها، نطالب الدستور حتى مع أقليم كردستان العراق، السياسيين العراقيين لا يفكرون سياسيين مع أقليم، لأن أغلبهم ليس لديهم شهادات
جامعية أو شهادات سياسية. لا يفكر لماذا لم نطالب الانفصال قبل 5 سنوات، قبل 10 سنوات كنا نستطيع أن نطالب الانفصال. حكومة العراق، حكومة بغداد لا تفي بوعودها، لم تطابق الدستور حرفيا مع أقليم كردستان، لا تبعث ميزانية الأقليم الموازنة 17% ولا رواتب. إعلاميا يقول نحن نبعث، هذا غير صحيح. لو بعثت هذه الموازنة والرواتب وصفت الدستور مع حكومة الأقليم لما طالبنا رئيسنا مسعود الطلساني بحق تقصيرنا. طيب محمد، شكرا جزيلا على المشاركة عزيزي، جزيل الشكر للتعرف على وجهة نظرك. واسمح لي أن أرحب بضيفي عبر الأقمار الصناعية من أربيل، السيد كفاح محمود المستشار الإعلامي لرئيس الإقليم السيد مسعود البرزاني. سيد كفاح أهلا بك. كثيرة هي ردود الفعل التي ظهرت بالفعل من دول الجوار، بداية من بغداد طبعا العاصمة العراقية، وصولا لتركيا وإيران. هل تسرعت تعتقد القيادة في كردستان على في المضي قدما في إجراء هذا الاستفتاء، بالرغم من أن ردود الفعل التي ظهرت إلى الآن هي أقل بكثير حتى مما نتوقعه أو مما كان ينتظره الأكراد؟ بداية مساء الخير أخي الكريم. أهلا وسهلا. لا بالعكس، أنا أرى أنه يعني تأخرنا كثيرا في تحديد موعد الاستفتاء، وكما قال الرئيس بارزاني يوم أمس في مؤتمر الصحفي، لقد كان هناك خطأ كبير وقعت فيه القيادة هنا، القيادة السياسية، حينما ذهبت إلى بغداد بعد إسقاط نظام صدام حسين من قبل الولايات المتحدة. كان عليها أن تبقى هنا وأن تحدد مصير شعب كردستان بعد إسقاط النظام، وترى شكل النظام الجديد. لكن على كل حال حدث ما حدث، وخضنا تجربة مريرة منذ 2003 ولحد هذا اليوم، تجربة اعتقدنا بأننا سنشارك فيها بتأسيس دولة مدنية ديمقراطية حضارية، لكن خلال أقل من 10 سنوات تحولت هذه الدولة إلى دولة طائفية دينية منغلقة. نرى ما يعني كيف إنها صنفت بأنها واحدة من أفشل دول العالم. عموما تأخرنا كثيرا بالعكس تماما كما قلت لك، ولم تستعجل القيادة في ذلك. أعتقد المشاهد التي رآها المراقبين اليوم الذين راقبوا عملية الاستفتاء كانت تؤكد بأن شعب كردستان مصر فعلا على إنجاز مهمته بعد تقرير المصير. غدا ستظهر النتائج وستبدأ مرحلة مهمة في تاريخ هذا الشعب وفي تاريخ القيادة السياسية أيضا. لكن هل ستكون هذه المرحلة تضمن فكرة الحياة للدولة إذا ولدت يا سيد كفاح اليوم حتى بمجرد فتح صناديق الاقتراع؟ لدينا تهديد بعقوبات اقتصادية، لدينا إغلاق حدود، لدينا استعداد بقوات برية وبعمل عسكري، والدولة حتى إذا ولدت ستكون حبيسة بشدة، مكروهة من جميع من يجاورها. يعني هكذا يبدو، أو هكذا يريد أو تريد الأطراف المناوعة لطموحات شعب كردستان أن يكون المشهد بهذا الشكل، لكن على الأرض الواقع يختلف تماما. هناك تهويل إعلامي كبير جدا. الأتراك أنا أعتقد لحد هذه اللحظة يمارسون، بصرف النظر عن ما تشيعه وسائل الإعلام، يمارسون عقلانية إلى حد ما مقارنة بالآخرين. تركيا لن تغلق حدودها مع كردستان، ولن تغلق أجوائها، ولن إلى آخره. هناك مصالح متبادلة بين تركيا وبين إقليم كردستان، وأعتقد الإيرانيين أيضا ربما غلقوا الأجواء بطلب من بغداد كما أعلنوا، لكن الحدود لم تغلق. في 92، دعني أعود قليلا إلى الوراء، في 92 حينما قررنا أن نجري انتخابات وننشئ برلماننا هنا في إقليم كردستان بعد غزو العراق للكويت وصدور قرار مجلس الأمن 866 باعتبار هذه المنطقة ملاذ آمن، في ذلك الوقت حتى الولايات المتحدة وبريطانيا وقفوا إلى الضد من تلك الانتخابات، وحتى الأتراك والإيرانيين، بل تعرضت كردستان إلى أولا حصار مزدوج من قبل الأمم المتحدة الذي فرض على العراق وكردستان كانت جزءا منه، وحصار من قبل بغداد وطهران وسوريا وتركيا. أقسم بالله أنا مشاهداتي الشخصية، منعت حتى رغيف الخبز من أن يدخل إلى إقليم كردستان، لكننا عبرنا تلك المرحلة واستطعنا أن ننجز 10 سنوات من الحصار بصمود هذا الشعب، وندخل إلى 2003 ونسبة الفقر كانت أكثر من 60%. خلال
10 سنوات وبأقل من 17% من الموازنة، خفضنا نسبة الفقر إلى أقل من 6% أو 5%، وأنجزنا تطوير البنى التحتية لمدننا. أنا يعني أقول لك بصراحة، نحن شعب حي، شعب يبني جيدا، يحب السلام، يحب الحياة. الآخرين إذا فكروا أن يقاوموا ممارسة ديمقراطية سلمية، ممارسة استفتاء على حق تقرير المصير، سيدي الكريم ربما أنت في لندن، هناك بلدات صغيرة تجري استفتاء، هناك عمارات سكنية تجري استفتاء فيما بينها. لماذا قامت الدنيا ولم تقعد؟ لأنه شعب كردستان يريد أن يستفتي. طيب، 6 ملايين أو 5 ملايين. سأتحدث لماذا قامت الدنيا، سأتحدث لماذا قامت الدنيا ولم تقعد، وحتى الرسائل التي أرسلها السيد برزاني في محاولة لتطمين هذه الدنيا وللأسف لم تنجح إلى الآن يا سيد كفاح. لكن خليني أخذ اتصال هاتفي واحد على الأقل أرجوك، وائل عراقي لكن يتحدث من السويد. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا بك وضيفك الكريم. حقيقة يعني أنا أولا سمعت من كلام ليبي، أنا مع الشعب الكردي، أنا عراقي، أنا مع الشعب الكردي، أنا مع حقه في تقرير المصير. ولكن يقول شيء، لا كان التوقيت مناسب ولا الطريقة لم تكن مناسبة. ما في واحد يختلف على أن الشعب الكردي كان ولا زال يعيش مع الشعب العربي في العراق أخوة ونسب و يعني عايش كريم ورغيب. دول العراق ودول الجوار الآن جميعها اتفقت على نقطة واحدة فقط، لم تختلف مطلقا. ما في دولة قالت، وحتى الأمم المتحدة لم تنفر حق الأخوة الأعزاء الكرد في ذلك، ولكنهم فقط انتهدوا الطريقة والتوقيت. حقيقة دول الجوار العراق خلينا نقول كشكل رسمي تحط ميليشيات، هذه الميليشيات خارج السيطرة، فلذلك هذه السيطرة عندما تكون خارج السيطرة ويحدث مثل هذا التوقيت في مثل هذا الاستفتاء ومثل هذا الاستقلاق أو الانفصال، حقيقة نحن نشعر بالخطر الكبير اللي داخل، لأن هذه الميليشيات خارجة عن السيطرة. إيران كانت ولا تزال وستبقى في موقف المنتظر المتسرج المتسيط، هي يعرف الأخير في كردستان، ونحن نعرف دائما تقصف الأقليم بصواريخ بقنابل مرتين ثلاثة بالشهر وتتوقف منعها ردود جسد نمط. وإلى الفكرة واضحة. شكرا جزيلا عزيزي. حسن سوري لك، متواجد في النرويج، قبل أن أعود للسيد كفاح. حسن اتفضل، اطرح وجهة نظرك. السلام عليكم. أولا فقط تعقيب بسيط، يعني التناقض الذي أراه أحيانا في تصريحات بعض الإخوة الكرد حول موضوع، وما أراه الآن من تصريحات الأخ ضيفك الكريم من أربيل. الأستاذ كفاح. نعم، الأخ كفاح له تحياتي. طبعا السؤال الآن، إذا كانت لأي دولة مقومات وكلنا نعلم هذا الأمر، ما هو يعني السؤال طبعا موجه لضيفة الكريم، كيف فضل. يمكن لدولة أن تحيا في ظل هذه الظروف التي ذكرتها حضرتك؟ يعني أقول بصراحة، بس هو السيد كفاح جاوب يا حسن، كلا نكرر الأسئلة. أنا سألته بالفعل ما تفضلت، وهو قال أن هناك تجربة سابقة عام 92 ومر الإقليم بتجربة مشابهة من الحصار، لكنه استطاع أن يتجاوزها وتوقع أن يتم تجاوز أي ضغوط من دول الجوار. سيد الكريم، عندما كان الأمر في 92، أنا يعني كانت هناك انتخابات لقيام برلمان يعتمد على أساس دولة تقوم مع العراق، أو بمعنى آخر على حكم ذاتي. أما الآن الإخوة الأكراد في أربيل، وطبعا أنا أتحدث بشكل مستقل ولا يعني مفهوم، لا لست منحاز لأي طرف، ولكن بشكل ما الآن الفكرة مختلفة. الآن هناك فكرة بإقامة دولة. الآن إذا كانوا يقولون أن هذا الاستفتاء غير ملزم، فإذا لماذا تقومون به في الأصل؟ طيب حسن، خلينا نسمع الإجابة طيب من السيد كفاح على هذه النقطة. سيد كفاح، هذا كان لك تعقيب على النقطة الأولى وإجابة للنقطة الثانية أرجوك.
بس أسعفني لأنه الضيف الأخير يعني خرج بنا كثيرا. الأول ماذا كان يسأل؟ ماذا كان يريد؟ النقطة الأولى هو يشكك في فكرة القدرة على البقاء إذا اجتمعت دول الجوار على حصار الدولة الوليدة. والنقطة الثانية هو قال أن الأكراد قالوا أن هذا الاستفتاء ليس ملزما، فلماذا إجراؤه أصلا؟ طيب يعني دعني أقول لك بداية، يعني العالم لا يتحمل جريمة إبادة شعب بالحصار، شعب مسالم، شعب لم يعتدي على أحد. في هذا الاستفتاء لم نذهب إلى أحد لنحتل أرضه أو نقاتله أو نفرض أجندة عليه، نحن نقوم ونمارس عملية ديمقراطية. أنا أعتقد هناك الكثير في دول العالم محترمة لديها تحترم قيم الإنسان، تحترم حقوق الإنسان، ستقف معنا. ودعك من هذا الضجيج الإعلامي، الأيام القادمة ستكشف لنا جميعا بأن هناك فعلا دول محترمة تحترم حقوق الإنسان وستحترم إرادة شعبنا، وسنبدأ نحن حوارنا مع بغداد. صدقني لن يكون الاستقلال إلا بالتوافق مع بغداد، إلا اللهم إذا كانت هناك نيات مبيتة لأي عمل عسكري، وهذا ما نستبعده لأنه لازلنا نقتنع بأنه هناك رجال دولة محترمين يتقدمهم السيد عبادي وإن كان منفعلا يوم أمس، لكن لازلنا نعول على العقلاء وفي التحالف الشيعي تحديدا في التحالف الوطني. هذا التعويل وهذا الإيمان بأنه هناك رجال يحافظون على الأمن والسلم الاجتماعي، لأنه في الأخير إذا ما قام أي تهور عسكري أو أمني باتجاه الأقليم، النتائج ستكون وخيمة وسيدفع ثمنها الأهالي، لن تدفع ثمنها النخب السياسية. هذا يقودنا للنقطة التي كنت أتحدث فيها قبل المتصل والتي تساءلت أنت فيها، لماذا قامت الدنيا ولم تقعد عندما أراد الأكراد أن ينظموا استفتاء ما؟ المشكلة أن بعض الرسائل التي خرجت من السيد برزاني حتى رآها البعض متناقضة. هو يتحدث أن تجربة الاستفتاء لن تمتد إلى دول الجوار مثلا، في حين أن كثيرون يقولوا أن هذه نقطة بالتأكيد واحدة ستليها خطوات مشابهة في تركيا أو حتى في سوريا. هو قال أن الاستفتاء ليس لترسيم الحدود، لماذا هو إذن طيب؟ يعني ما الهدف تحديدا؟ عزيزي، أولا نحن لا نؤمن بكردستان الكبرى، يعني لا نؤمن بتشكيل دولة من كردستان الكبرى في هذه المرحلة، لأنه لدينا تجربة شقيقتنا الكبرى الأمة العربية التي لديها أكثر من 20 دولة، وكان لديها تجارب مريرة منذ خمسينات القرن الماضي بإجراء توحد ما بين جزئين أو ثلاثة أجزاء من هذه الدول. صحيح، بس عندما تقول في هذه المرحلة يا سيد كفاح هذا ليس تطمين بنسبة 100%. يعني عندما تضيف كلمة ليس في هذه المرحلة، يمكن أن يكون كمان 5 سنين يعني أو 10 سنوات. يعني الأوروبيين حينما كانوا دول متبعثرة وفي مرحلة من المراحل تحولوا إلى الاتحاد الأوروبي، هذه أيضا مرحلة. ربما إذا استطاعت هذه الدول تركيا وإيران أن تحل إشكالياتها مع مواطنيها الكرد هناك بأسلوب المواطنة، فلن يحتاجوا إلى دولة. لكن في العراق فشلوا في أن يصنعوا أو يؤسسوا، وكانت فرصة ذهبية أمامنا بعد 2003 أن يؤسسوا دولة مواطنة، لكننا فشلنا. عادوا إلى ليس المربع الأول بينما إلى المربع القبل الأول، عادوا إلى الانتماء العشائري والانتماء المذهبي والانتماء المناطقي. ونحن أسسنا خلال ربع قرن في إقليم كردستان تجربة ناجحة جدا، أثارت إعجاب كل دول العالم وفي مقدمتهم دول الجوار، وفي مقدمة دول الجوار الجارة العزيزة تركيا. تركيا لا تزال نتمتع معها باتفاق استراتيجية فيما يتعلق بالطاقة، فيما يتعلق بالاستثمار. طيب، ونعتقد سنعول على نظامها الديمقراطي ونعول أيضا على شركائنا في الأرض في بغداد. سيد كفاح، آخر شيء، لأن السيد برزاني قال أن نتيجة الاستفتاء هي بداية لتفاوض مع الحكومة المركزية، على ماذا ستعتمد الدولة التي يفترض أن تولد أو انتهت للتو من استفتائها في تفاوضات مع الجانب الآخر الذي واضح أنه لن يكون سعيدا بالمرة من النتيجة؟ سنتفاوض، صدقني. يعني الآن ربما سأستخدم التعبير الشعبي، الجرح حار،
هناك جو انفعالي، هناك بيئة انفعالية. أنا أعتقد ما أن نغادر هذه البيئة الانفعالية، سنذهب حينما تهدأ النفوس إلى مفاوضات هادئة وإلى حوارات معمقة. سنبدأ نضع النقاط على الحروف، لدينا إشكاليات في المناطق المتنازع عليها، لدينا مادة محترمة هي المادة 140، سنقوم بحلحلة المشاكل في هذه المناطق لترسيم الحدود. نعم. ثم نذهب إلى الطاقة، الطاقة نعم. أيضا والمياه أيضا مشكلة. نعم. إذن نحن لسنا مستعجلين، الرئيس برزاني أكد أنه أمامنا سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات. شكرا جزيلا يا سيد كفاح، سيد كفاح محمود المستشار الإعلامي لرئيس الإقليم كردستان السيد مسعود برزاني، شكرا جزيلا. سريعا لزميلي محمود قصص. نعم محمد، إليك آخر المشاركات. ولاة عمر يقول: لكل شعب حقه في تقرير مصيره، والشعب الكردي قسمته اتفاقية سايكس بيكو، الآن انتهى زمن الاتفاقية وفقد الأكراد الثقة بحكومة بغداد، وبالتالي لم يعد أمامهم إلا خيار الاستقلال. مهند شوبر يقول: يكفي أن الدولة الوحيدة المؤيدة لانفصال كردستان هي إسرائيل، وسينطبق على كردستان المثل القائل: على نفسها جنت براقش. شمران يقول: استفتاء كردستان حق طبيعي وشرعي، إذا لم تعترف أمريكا وأوروبا بنتيجة الاستفتاء فهذا يعني أنهم يكذبون عندما يتحدثون عن الحرية وحقوق الإنسان. علي السومري يقول: لن يكون هناك تدخل عسكري من قبل الحكومة العراقية أو من قبل تركيا وإيران، وتوقع أن يكون هناك حصار خانق والعمل على اقتتال داخلي بين الكرد، مما يؤدي في النهاية لتدخل عسكري يطيح بمسعود البرزاني. إليك محمد. شكرا جزيلا يا محمود على هذه الآراء. الحوار يتواصل معكم على راديو بي بي سي بعد قليل، معي أنا محمد عبد الحميد. انتظركم.